اولا تعرفوا القضيه رفعها 17 مفقود، تحصلنا على 7. كل الجثث اللي تحصلنا عليهم 7 هم بمجهود بحارتنا الحرس البحري، حتى جثه ما انتشلها هم بليس. لقينا براسك 7 أو 8 جثث اخرين جايين من القطر الليبي، معناها هذا بمجهودات البحاره نتاعنا اللي تكثفت جهودهم خلال 5 خرجات بحريه و6 تمشيطات بريه. دونك الحرس البحري كما قلنا راهو ما جاب حتى جثه، واحنا بالعكس كانت الانتقادات من الاول الشبهات تاكدت من عدم الدعم اللوجستي معناها لعمليه الخرجات البحريه اللي قامت بها بحاره ميناء الصيد البحري في الزرتيس. المعلومات المغلوطه كما قلنا في خطاب رئيس الجمهوريه ان فما 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 بحث نشكوا ان موجه لحمايه الناس اللي قامت بالجريمه هذه، والناس اللي احنا وقت لقينا اليوم 26 زوج جثث وتم توقيفنا على البحث وتزييف الاخبار ان المجموعه بتاع زرتيس موجوده في ليبيا، نظن هي عمليه مفبركه من اجل طمس معالم الجريمه خلال 5 أو 6 أيام ما بعد 26، معناه وقت توقف البحث. نظن العمليه هذه تعملت اكسبري، خاطر اليوم من خلال العمليات اللي قمنا بها في البحر كما قلنا 5 عمليات ما لقينا حتى دليل يدل على وجود مركب غاطس. لقينا الكانوطه، لقينا بادر ليسونس، لقينا السفاجات، لقينا كوش البيبي، لا كعبه براك، لا لقينا ناس موجودين من فلسطين وما نلقوش ذريتنا. هذا سؤال اللي معناه اللي طرحناه احنا بكل قوه. الخطاب اللي جي نتاع سياده الرئيس احنا كما قلنا في جزء كبير ياسر معناه اهالي زرتيس متفائلين منها، وخاصه الزمن مع الاقالات، لكن نحبها كحراك نتاع زرتيس اقالات بمحاسبه، مش اقالات انتقل الى مهام اخرى. لا، علاش اليوم تمت الاقالات هذه؟ هل ترى احنا السؤالات اللي طرحناها لسيادته معناها في 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 الاتجاه الصحيح، والجانب الاخر نتاع الاتهامات نتاع الاموال، احنا بل بالعكس جمعيه البحار نطلب من الرئيس ان يحاسب الناس اللي تلقت اموال من اجل كارثه زرتيس. كما قلنا 5 خرجات مكلفه بين مراكب الصيد البحري اللي موجوده في زرتيس واللي موجوده في جربه، صار التضامن حتى على البحر مش في البر، واحنا منو عندنا؟ احنا الدوله تخلت على مسؤولياتها، عندنا هنا في الداخل وفي الخارج اللي بالمناسبه نشكروهم ونحيوهم ونقولوا لهم واصلوا، ولعل الرساله اللي وصلها للدوله في الكوفيد هو خير دليل على التضامن الاجتماعي اللي يتقام. احنا اليوم المستشفيات نتاعنا عازه، فالحكام في دفنان الناس في مقبرة الغرباء المستشفيات نتاعنا، عازة على أنها حتى تتعامل مع الأزمات اللي تتجد في زرتيس. دونك لولا تدخل معناها نتاع الجالية نتاعنا في الخارج خاصة، ما كناش نجموا نقوموا ب5 خرجات، وما كناش نوقفوا على معطيات من شأنها أن معناها توجه أصابع الاتهام حول الشبهات الجريمة. وللأسف كما قلنا معناها الخرجات البحرية اللي قمنا بها واللي كانت بدعم من مواطنينا بالخارج، احنا ما نحبش نقول كان مواطنين زرتيس، كل المعتمديات ضامنت مع زرتيس ومشكورين بالمناسبة، فهم هي اللي خلتنا نوصلوا لكشف الجثث وكشف الحقائق نتاع نقل الجثث وكشف حقائق التسخير اللي صارت، والتسخير اللي ما التسخير نتاع المستشفيات ما تتطبقش والجثث.